بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان محاضرتي: التنمية المستدامة وأثرها في العمارة للتصدي للجوائح الطارئة. بالبداية راح نتعرف على التنمية المستدامة Sustainable Development، وهي التنمية التي تأخذ بنظر الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية حاجيات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة. من هذا يتفرع عندنا التصميم المستدام فيما يخص العمارة، فيعرف تصميم البناء المستدام باسم التصميم الأخضر أو المباني عالية الأداء. لاحظ بلوتستين وروجرز في 2001 أنه البناء المستدام يتطلب أكثر من مجرد تحديد حلول لمشاكل محددة، ولكن التغيرات بالمواقف والنماذج والعمليات والأنظمة لتسليم المشروع. ويقدر ويستر ب 2004 الغاز الأخضر إنها انبعاثات التي تنبعث من المباني في الولايات المتحدة، وتساوي 22 مليون سيارة جديدة تسير بسرعة 19,000 كيلومتر كل عام. ويقدر أنه أكثر من 70% من غازات الاحتباس الحراري تجي من السيارات. حتى إحنا نفكر كتفكير بيئي اللي يسموه ecological thinking، لازم يكون أكثر من رؤية متوافقة مع البيئة حتى ننتج طابع معماري متميز. نستخدم شلون النقطة انه شلون نستخدم الريكوايرمنت لكل بناية حتى نستخرج عندنا تصميم مستدام ملائم لهذه المباني. فمن هنا انطلق يعني لقب معيار المبنى الصديق للبيئة. كيف يكون المبنى صديق للبيئة؟ باستخدام عدة استراتيجيات، من ضمن هاي الاستراتيجيات استخدام المواد البناء الصديقة للبيئة، استخدام الطاقات الطبيعية، الطابع المعماري المتوافق مع البيئة، أساليب الحفاظ على الماء داخل المباني، التصميم الصوتي وتجنب الضوضاء، جودة الهواء داخل المباني، وفلسفة استعمال الألوان داخل المباني. فمن هنا إذا استخدمنا هاي الاستراتيجيات راح نوصل إلى التصميم الآمن للمبنى. فالتصميم الآمن للمبنى هو أنه يكون صديق للبيئة، لأن المستوطنات البشرية والمحيطة بالمباني يمكن أن تتأثر بالكوارث الطبيعية في بعض المناطق مثل السيول، الفيضانات، الزلازل، الأعاصير وغيرها. لذلك يجب دراسة كل منطقة أو كل موقع قبل أن نبني مبانينا حتى نتلافى الأخطار الطبيعية اللي ممكن أن تتواجد في تلك المناطق. فمثلا نلقي باليابان استفادوا من وجود ظاهرة الزلازل وابتكروا لها أسس لمباني تهتز مع اهتزاز الإرثويك وتوصل المبنى إلى الأمان، بحيث ما يتأثر المبنى من تجي الزلازل المفاجئة. وكذلك لازم أن أراعي عوامل الأمان فيما يخص الحرائق والزلازل وغيرها. فإذا الاستدامة بالعمارة حسب براوندلاند ريبورت، في تقرير براوندلاند ريبورت، إنه إحنا كيف نستخدم في الدايركشن اتجاه معين للتصميم المستدام بحيث نقلل من تأثيرات البيئة المجاورة ونزيد من منافعنا الشخصية. احنا اذا رجعنا الى التنمية المستدامة شلون نحققها، هناك ثلاث دوائر متعالقة مع بعضها. هاي الدوائر هي الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. هاي الثلاث دوائر اذا ترابطت مع بعضها
راح تنتج لنا بالوسط هذا الأصفر، اللون الأصفر راح يشير لنا إلى التنمية المستدامة اللي هنا أطلقوا عليها الـ SD، يعني Sustainable Development، ومنها تنطلق بعض المحاور المتعالقة، يعني البيئة والاقتصاد راح يصير محور بيئي اقتصادي، البيئة والاجتماعي يصير محور البيئي الاجتماعي، والاجتماعي ويا الاقتصادي راح يكون الاقتصادي الاجتماعي، وتنطلق منها مفاهيم لمجاراة التنمية المستدامة والحفاظ عليها. من هنا انطلق عندنا المبنى الذكي. المبنى الذكي زين، شلون احنا نتحكم في بيئته، وكيف نتحكم؟ يعني المبنى الذكي هو يتحكم بنظام التدفئة، نظام تكييف الهواء، الإضاءة والأسقف، نظام الوقاية من الحريق، الاتصالات، خدمات البيانات، المصاعد، يعني اكو فد نظام كامل للإدارة. هذا النظام يتحكم بكل شيء داخل بيئة المبنى الذكي. فهنا هذا المخطط الذكاء يعني تكيف أو توازن أو مهارات أو توافق أو تغير. هاي راح ناخذها من يصير التكيف، راح يصير حركي حس عقلي. أما التوازن بالبيئة المحيطة، المهارات يعني معالجة المعلومات الداخلية، التوافق مع البيئة المحيطة، وتغير البيئة المحيطة والذات. فإذا الواجهات الذكية بالمبنى الذكي تعد حلا مبتكرا لتعزيز الاستدامة في بيئات المباني، فهي تهدف إلى اثنين من النتائج المهمة، وبما تعزز راحة المستخدم وتخفيض معدل استهلاك الطاقة، وهي بهذه الواجهات تكون مستجيبة واعية للمناخ المحلي والبيئة الخارجية، وتعزيز المساحات الداخلية من خلال مقاييس الطاقة والأداء والراحة الحرارية والبصرية. وكذلك الواجهة الذكية لازم تستجيب لثلاث معايير رئيسية، هي الطاقة والسياق وشاغلي المبنى. فإذا معايير الاستدامة في المبنى الذكي هو تفعيل العناصر الأربعة في المبنى الذكي، وهي الأماكن والعمليات والإدارة والناس. الأماكن تعنى بالغلاف والهيكل ومرافق المبنى، أما العمليات تعني بالأتمتة والمراقبة. الإدارة تعنى بصيانة المبنى والإداء المبنى، والناس هي الخدمات والمستخدمين المبنى. فإذا من تستجيب المبنى لهذه العملية راح يصير عندنا تكوين شكلي إلها. يتمثل التكوين الشكلي إلها بالواجهات الذكية، بالمواد الذكية، وعمليات التحوير والتحويل. راح ناخذ أمثلة لمباني استخدمت هذه التقنيات في التحويل والتحوير للاستفادة من البيئة المستدامة فيها. من تلك المباني مبنى أبراج البحار في الإمارات، وهو موقعه في أبو ظبي بالإمارات المتحدة، المصمم إترا سورن، شركة آيناس، في سنة 2012 انتهى عمل هذا المبنى. ووظيفة المبنى إدارية، وسمات الغلاف الخارجي إلى تتمثل بالمفردات التالية: الشفافية والخفة والمقاومة. أما الشفافية يعني زجاج المبنى يقدم الرؤية الخارجية والتمتع بالإطلال على أكبر قدر ممكن من المناظر الطبيعية حوله. أما الخفة استخدموا مواد من الزجاج، يعني استغنوا عن الزجاج السميك والثقيل واستبداله بالزجاج الرقيق، فضلا عن توظيف المرشحة الشعرية والمعروفة بخفة موادها. المقاومة يحتوي على أفكار هندسية مبتكرة تساعد على مقاومة المبنى للظروف المناخية القاسية. يتيح المبنى تخفيض حرارة الشمس المنعكسة عليها ما يقارب 50%.
نلاحظ هي عبارة عن برجين، أبراج البحار، بيها دينامية، بيها تحريك، بيها تحوير. أما الدينامية، التصميم مبني على مفهوم الأزهار التكيفية، والمرشحة هي عبارة عن شاشة لتظليل الواجهات، بحيث هذه الأزهار تعمل كفلاتر للإشعاع الشمسي على الواجهة الثانوية وتقلل من الوهج. أما التحريك فمنذ شروق الشمس صباحا باتجاه الشرق تتحرك المرشحات في هذا الجانب من المبنى، وتبدأ في الانغلاق عندما تتحرك الشمس حول المبنى، وكل شريط عمودي من المرشحات تتحرك مع الشمس. بالليل تكون تنغلق هاي المرشحات، ويكون الواجهة تكون عبارة عن واجهة زجاجية. أما بالنسبة للأنواع، الغلاف الخارجي متمثلة بالواجهات، فالواجهات تكون مزدوجة ذكية، تحصر بيناتها ممر هوائي، هذا يحافظ على جودة الهواء بالداخل ويساعد على العزل الحراري. أما المواد الذكية المستخدمة، فالتصميم يعني مدعوم بالطاقة المتجددة المستمدة من لوحات فوتوفولتيك للواجهة بالجنوب، والاعتماد على الطاقة المتولدة بما يقارب 5%، فضلا عن تسخين المياه. أما المواد المستدامة، يتم تغطية كل مثلث من الألياف الزجاجية الصغيرة مبرمجة بالاستعانة بحركة الشمس، وهاي تقنية قديمة استفادوا من الشناشيل القديمة التي تساعد على تنقية وتوجيه أشعة الشمس والتحكم بها نحو الداخل. هسه نجي على مبنى آخر، هو برج الحمراء في الكويت، وهذا البرج صممته مجموعة شركات الـ SOM في سنة 2011. وظيفة المبنى إدارية تجارية. سمات الغلاف الخارجي أيضا به شفافية وبه مقاومة وبه تحريك وبه تحوير. أما بالنسبة للشفافية، يتوافر الشكل النحتي للمبنى شفافية على الجانبين الشمالي والشرقي والغربي باتجاه يعني باتجاه الشمس، ويكون تعتيم على الجهة الجنوبية. المقاومة بنوا جدار الجنوبي الصلب لزيادة مقاومة المبنى للظروف البيئية الخارجية بجهة الجنوب، ويمثل الجدار الجنوبي هو العمود الفقري لرفع هذه المبنى. لاحظ انه كتلة المصاعد صارت احنا نسميه كور المصاعد، مبني من الخرسانة الثقيلة بالاتجاه الجنوبي حتى يزيد من مقاومة المبنى للظروف الأحمال والرياح ورفع المبنى، فهو بمثابة العمود الفقري للمبنى. أما الجزء المحور، يعني كانت الفتحات يعني لها علاقة بأشعة الشمس، وتنفتح وتنغلق بشدة الشمس واتساعها. أما المواد المستخدمة أيضا استخدمت المواد التي تساعد في عزل المبنى عن الشمس، والعزل يوصل إلى حوالي 50% باتجاه الشرقي والشرقي الجنوبي. نجي على المبنى الآخر، هو مبنى الدولية للطاقة المتجددة في أبو ظبي، وهو في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، سنة الإنجاز 2015، والمصمم هو رودز باكوت. طبعا أيضا سمات الغلاف الخارجي إلى الشفافية، تظهر المكاتب المحيطة من الواجهات المزججة ارتفاع السقف الكبير ولأكثر من 3 أمتار، مما يسمح بضوء النهار لاختراق وسط المبنى من الداخل،
والتحريك للحد من المكاسب الحرارية الناجمة عن أشعة الشمس المباشرة. تتضمن الواجهات أجهزة التظليل والأفقية والعمودية، ويختلف اتجاه التظليل وضعه تبعا للواجهة التي تركب عليها. فبالنسبة للجنوبية يبدون يقللون، وبالنسبة للشرقية يبدون يزيدون. فهاي كلها عن طريق سنسرات موجودة بالغلاف. التحوير ضمن تحوير الزجاج من ثقيل إلى خفيف حتى يقلل المكاسب الحرارية لضوء النهار في أثناء النهار. نجاح استراتيجية الحد من طاقة التبريد من قبل واجهات المبنى صممت بمنحني بسيط لتقليل تأثير المكاسب الشمسية في أي وقت معين. أما الواجهات استخدمت الواجهات المزدوجة الذكية، اللي طبعا هو المبنى هسه احنا ماخذيه من جهة واحدة، هو عبارة عن 3 مباني متصلة وبنفس الواجهة، بس تكون بيها تظليل حسب موقع كل مبنى من المباني. نجي على مبنى كيوب بالعاصمة الألمانية برلين، وهو من اسمه كيوب يعني مكعب. هذا المكعب الزجاجي طبعا بيه تحززات بالواجهة مالته، تسمح هاي التحززات بالتغلب على المكاسب الحرارية لأشعة الشمس، وهو يتناسب مع معايير الهندسة المعمارية في الألفية الثالثة. نجي أكو مبنى آخر كوبن هيل في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. هذا أصلا المبنى كوبن هيل هو محطة لتوليد الطاقة من النفايات، ويعمل على تحويل أكثر من 440,000 طن من النفايات إلى طاقة نظيفة سنويا، ولعله محطة الطاقة الوحيدة بالعالم اللي يوجد على سطحها منحدر تزحلق في أو تزلج في الهواء الطلق على مدار العام. شوفوا هاي الواجهة منها هي محطة توليد طاقة من النفايات، وهذا شوف السطح مالته. خلينا ناخذ لقطة أخرى، هذا هو السطح لهذا المبنى، حاوي على أطول مسار تزحلق أو تزلج بالهواء النقي، فاستفادينا من السطح في التغلب على الظروف المناخية. أكو متحف الغد في العاصمة البريطانية البرازيلية ريو دي جانيرو. زار متحف الغد أكثر من 25,000 شخص في اليوم الأول منه من افتتاحه عام 2015، وصفته صحيفة الكاردينال بأنه دعوة آسرة لتخيل عالم مستدام. يتميز المتحف باحتوائه على ألواح شمسية متحركة مصممة لزيادة أشعة الشمس إلى أقصى حد، وعلى نظام تكييف هواء طبيعي. فإذا هذا هم محتاجين إلى ضوء الشمس، فاستغلوا هذه الفرصة. مركز فانكوفر للمؤتمرات في مدينة فانكوفر الكندية هو واحد من المباني المؤتمرات، أحد أجمل المباني بالعالم. يستضيف المرفق أكثر من 500 حدث سنويا، ويزور مئات الآلاف سنويا. يتميز بجماليات قاعات الاجتماعات والمعارض والاحتفالات. صمم المبنى بالكامل على نظام المبنى الذكي، حيث يتحكم بالحرارة أو البرودة الداخلة إليه، ويحافظ على المياه والهواء داخله في كل وقت وحين. مبنى برايس ووتر هاوس كوبرز في العاصمة البريطانية لندن أيضا بمعايير المبنى الذكي، الذي يحافظ على ما يحويه من ماء وهواء طبيعي، وبسنسرات للمحافظة على الراحة الحرارية داخل المبنى. نجي على آخر مثال، هو مدرسة في جنوب أفريقيا استخدمت مواد صديقة للبيئة اللي هي المواد المحلية، وبنيت بالكامل من الطوب، يعني من الطابوق الطيني في الواجهات، بينما كان الهيكل الداخلي يعني حاوي على في بعض أجزائه
على على الخرسانة المسلحة في مناطق الداخلية، والخارجية هي في مباني الطوب، وهذه استخدمت في توفير العزل الحراري. نلاحظ هنا هذا سكشن للمبنى المعمول من مواد صديقة للبيئة، بحيث السقوف إلى كانت يعني مو على سطحية كاملة، وإنما بها ارتفاعات وانخفاضات حتى تقلل من المكسب الحراري للشمس، وكذلك تساعد في التخلص من مياه الأمطار أثناء الأمطار، وزيادة الراحة الحرارية لهذا المبنى خلال ساعات النهار. فإذا هذا المبنى بالكامل صمم على مبدأ المواد الصديقة للبيئة، وخلق المصمم فناء داخلي بحيث أكو فد شجرة كلش كبيرة يستغلوها في تظليل هذا الفناء، وكذلك استخدام مادة الطوب في البناء للتقليل من الكسب الحراري. أتمنى وفقت في تقديم هذه المحاضرة. شكرا، وإلى لقاء آخر.